تحتفل مصر بذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة للمرة 71. هذه الثورة التي أطاحت بحكم الملك فاروق والملكية في البلاد ونتج عنها إعلان الجمهورية، وكانت مصر قد اجتازت في هذه الفترة من تاريخها فترة عصيبة شهدت حالة من عدم الاستقرار وانتشار الرشوة والمحسوبية. أقسموا أن يخلصوها. عاشت مصر فترة عصيبة في تاريخها إبان عام 1948، تمثلت في انتشار الرشوة وفساد الحكم، عوامل أثرت بشكل سلبي على قدرات الجيش في حماية أمن واستقرار البلاد. 13 ضابطا من الجيش المصري أبوا أن تصبح مصر مستباحة، فشكلوا حركة الضباط الأحرار لإسقاط المؤامرة على مصر وجيشها، ونجحوا في السيطرة على المرافق الحيوية للبلاد وإجبار الملك فاروق على التنازل عن العرش ومغادرة البلاد وإنهاء الملكية وإعلان الجمهورية. وكان البيان الأول للثورة 23 من يوليو بصوت البكباشي أنور السادات. وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. صراع القوى بين الإنجليز والقصر الملكي والشعب المصري كان هو المشهد السائد للحياة السياسية في مصر قبل ثورة يوليو، حيث سيطر الإنجليز سيطرة كاملة على مقدرات البلاد بقوات احتلت مصر إثر ثورة عرابي عام 1881 بذريعة حماية الملك. هذه العوامل كانت دافعا قويا وسببا رئيسيا من أسباب قيام الثورة 23 من يوليو، ويضاف إليها بعض الأسباب الأخرى، منها استمرار الحكم آنذاك في تجاهله للأغلبية، إضافة إلى تقليص وحدات الجيش المصري بعد فرض الحماية البريطانية على مصر وإرسال معظم قواته إلى السودان بحجة إخماد ثورة المهدي. لو كنا نقعد نحسب العملية بورقة وقلم فكنا نجد ان النجاح يمكن احتماله ضعيف، ولكن كان كل واحد من الضباط الاحرار، كل واحد من الناس اللي اشتركوا في الثورة في هذه الايام كان بيقول اذا ما استطعناش ان احنا ننجح في القضاء على هذا الظلم وعلى هذا الاستعباد فليس اقل من ان نضحي ونثبت للأجيال القادمة إن الجيل اللي كان عايش في سنة 52 مرضيش يسكت على الظلم، ولكنه قام وقاتل حتى استشهد. ثورة بيضاء لم ترق فيها قطرة دم، تبنت فكرة القومية العربية، حيث سعت إلى مساندة الشعوب العربية المحتلة للتخلص من الاستعمار، كما حاربت قوى الاستعمار بكافة صورها وأشكالها في أفريقيا وآسيا. وكان لمصر دور رائد في تأسيس جماعة دول عدم الانحياز، فاستردت ثورة 23 من يوليو مصر من المستعمرين واستعادت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي كدولة محورية في المنطقة وبلد عصي على الاحتلال والانكسار والضياع، بوحدة وتماسك شعبها وجيشها الوطني. تظل ذكرى 23 من يوليو محفورة في وجدان المصريين كرمز للكرامة والعزة والثورة على الفساد. إنها ثورة ارفع رأسك أنت مصري. محمد شلآمي، التلفزيون المصري.